على المستوى الشخصي اعتقد لحظه فوزك في الانتخابات سواء الاولى او الثانيه، بس الثانيه وان انت تاخد يعني رقم واحد دي اعتقد كانت بالنسبه لك حاجه جميله. انبسطت ما اقدرش انكر، يعني مش هكذب اقول ان انا لا ما طبعا كانش، لحد ما لا لا يطلع الاول لازم مبسوط، بالعكس خاصه المجموعه كلها ناجحه. المجموعه كلها ناجحه والانتخابات كانت حلوه والمنافسه كانت اهدى في الانتخابات الثانيه، ولا اتبسطت طبعا، يعني بالنسبه لي كان انجاز كبير دي تاني انتخابات ليا. خلي بالك انا كنت بعيد عن النادي خالص، انا ما ده كنتش صحيح. عضو اصلا في النادي، فبالنسبه لي طبعا ان انا في كام سنه الحمد لله بقى في جيت الوضعيه دي. ازاي ادو مجلس اداره؟ جيت 2009 اتعرفت على كابتن خطيب، حكيت القصه دي كذا مره، اتعرفت عليه زي اي شكلك مشجع في ناس يعني، جديده جديد بتتفرج. كان ساكن جنبي في الجيزه، وكان مانويل جوزيه مشي وقتها من تدريب النادي الاهلي في 2009، ما كانش في سوشيال ميديا وقتها، فكان في اسم مدرب عاجبني كان اسمه ايريك جاريتس، مدرب طبعا بلجيكي، بلجيكي طبعا. فكان كابتن خطيب بيصلي في الجامع العمارة اللي جنبي، فبنصلي في جامع واحد، فخليته خلص صلاه، رحت له قلت له يا اول كابتن، لقاء بينك وبين الكابتن ما كانش خطيب. يعرف انا مين ولا قلت له انا مين حتى، قلت له يا كابتن في اسم مدرب كذا، فانت عارف الكابتن يعني ذوق فما رضاش يعني يكسفني، فقال لي مين وتمشى معايا كده لازق في العماره، فقلت له فلان، اول ما قلت له فلان راح واقف، عجبه الاسم، حاسس ان انا بفهم يعني، حلو. فقال لي بس ده سامع ان هو بيمضي مع الهلال السعودي وبتاع، قلت له طب في اسماء تانية عرضها على حضرتك؟ قال لي حلو. وما اعرفش برضه انا مين. رحت المكتب تاني يوم حطيت لسته كده فيها 6 7 مدربين، كان من ضمنهم زيكو وكان كارلوس بيانكي واسماء يعني موجوده، وحطيتهم في ظرف والكارت بتاعي واديتهم للامن في العماره عندك كابتن خطيب. عند كابتن خطيب. كان ده السبت، لحد الاثنين الثلاث لقيت نمره غريبه مكلماني، قعدت في اجتماع قالوا انا محمود الخطيب، بدا يتكلم معايا والاسماء كويسه، طب تعرف توصل لحد؟ طبعا انا قلت له انا ما اعرفش اوصل، انا مش ماليش في الحبس يعني بقترح. المهم اتعرفنا على بعض، وبعديها باسبوع اتعرفت على مرتجي خالد مرتجي بالصدفه برضه، كان في جمعيه عموميه بتاعت اتحاد اليد وانا كنت في فرح في نفس الفندق، اتعرفنا على بعض، رحت عملت العضويه بعديها بيوم، تاني يوم رحت عملت العضويه ب 80,000 جنيه كانت في حد 2009. طلبها منك ولا لا انت؟ لا لا لا، انا من نفسي، انا عندي حلم من وانا صغير ان انا بقعد مجلس اداره.